إلى البورصة المصرية والتي تباينت مؤشراتها بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع، وفيها ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالسوق ما قيمة 495 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 673.9 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 10236 نقطة، وأغلق عند مستوى 10235 نقطة منخفضا بنسبة 1%. كذلك فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 1857 نقطة، وأغلق عند مستوى 1857 نقطة أيضا ليصعد بنسبة 1.1%. وأخيرا فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 2742 نقطة ليغلق عند مستوى 2765 نقطة مرتفعا بنسبة 81%.